بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في كراهية القعود على القبر. قال أبو داود رحمه الله: باب في كراهية القعود على القبر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. كذلك في رواية أخرى عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت أبا مرصد الغنوي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحريم القعود على القبر، تحريم الجلوس على القبر. فذهب الجمهور إلى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحرمة للميت، ذكر هذه الحرمة للميت. قلنا الميت يبقى أو الإنسان له حرمة حيا كان أو ميتا، يبقى الإنسان له حرمة أو المسلم له حرمة حيا كان أو ميتا، يبقى حرمة المسلم حيا وميتا. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا في الإسم. قلنا الميت لا يقوى على الدفاع عن نفسه، وبالتالي نجد أن الشارع شدد في هذه المسألة، وبالتالي ننتبه أن الميت له حرمة، أو أن المسلم حال موت أيضا له نفس الحرمة حال الحياة. ولذلك قال: أن يجلس أحدكم على جمرة. نتخيل طبعا، نتصور ذلك الأمر، يبقى جمرة مشتعلة لو جلس عليه الإنسان أهون من أن يجلس على القبر، أهون من أن يجلس على القبر. لذلك قال: أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده قال خير له من أن يجلس على قبر. يبقى فيها التشديد والوعيد الشديد، وأيضا فيها بيان لحرمة ذلك الميت، بيان لحرمة هذا الميت. قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور. فقال العلماء: مخالفة الصحابي لما روى لا تعارض ذلك المروي. الأصل أن احنا بنأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أتى لو كان الراوي خالف في فعله ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما روى، العبرة بما روى، لا نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بمخالفة ذلك الصحابي. قلنا لأن الصحابي إن كانت هناك مخالفة كان عن تأويل، يكون عن تأويل. طبعا الصحابة رضي الله عنهم عدول، ولا يفتتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستهينون بسنته. قلنا خاصة أن ذلك كما قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبر، ومعلوم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ودقة اتباع ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الراوي يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالف فعل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن احنا بنتعامل مع المروي، مع ذلك المروي، وبالتالي كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أجلس أحدكم على جمرة
فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قلنا الكلام صريح والكلام لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، وبالتالي حتى لا نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد، يعني نقول لا نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد ولا بفعل أحد. قلنا لو أتى ذلك الفعل قول مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ورد من الراوي الذي روى لنا الرواية. كذلك أيضا ذكر عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يبقى لا نستقبل هذه القبور. حال صلاتنا المقصود بها صلاة يعني غير صلاة الجنازة، وأن الآن في صلاة الجنازة نجعل القبر بيننا وبين القبلة ونصلي، إن دفن ذلك الميت في قبره ونصلي عليه. يعني ممكن نأتي إلى القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ذلك الميت في قبره، لكن قال ولا تصلوا إليها، يبقى الصلاة بصفة عامة، يبقى لا تجعل ذلك القبر هو القبلة التي نستقبلها حال صلاتنا. لكن غير صلاة الجنازة بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ذلك القبر ثم صلى على ذلك الميت بعدما دفن، قلنا كنتيجة لأنه لم يصلي على ذلك الميت قبل ذلك، ولما علم بدفنه أتى إلى قبر ثم صلى عليه. يبقى صلاة الجنازة هي الجائزة في ذلك كما بينا، لكن لا تصلوا إليها، يبقى لا نستقبل القبور حال صلاتنا. وبالتالي حتى ذكر العلماء أن هذه المسألة من الممكن عندما يعني نأتي بالميت، عندما نأتي بالميت ثم يوضع ذلك الميت في القبلة، يوضع هذا الميت في القبلة قبل ما نصلي الجنازة. يبقى في أحيان كثيرة احنا بنصلي مثلا الصلاة الظهر او العصر ثم تقدم الجنازة للصلاة عليها، نقول لا توضع الجنازة امام المصلين، لا توضع الجنازة امام المصلين حال الصلاة، لكن هتوضع امام المصلين حال ايه؟ حال صلاة الجنازة، حال صلاة الجنازة، وبالتالي تؤخر تماما بعيدا، وان حتى ينتهي القوم من الصلاة ثم يقدمون الجنازة للصلاة عليها. لكن قبل الصلاة دائما في بعض الاحيان بنجد انهم بيقدموا هذه الجنازه نقول امام المصلين حتى اذا انتهوا صلاتهم صلوا بعد ذلك على، نقول لا تصلوا اليها، يبقى لا تجعل هذا الميت ايضا امام المصلين حال اداء الصلاه، حال اداء الصلاه، وبالتالي سواء كانت نافله او كانت فريضه ولا تصلوا اليها، يبقى بصفه عامه لا تستقبلوا القبور في ان تكون قبله الانسان في الصلاه. وده بالإضافة أيضا إلى هذه الصورة التي قد يفعلها البعض دون أن ينتبه، يفعلها البعض دون أن ينتبه. يبقى ودايما كده حتى في الألفاظ نقول والله يعني هنصلي عليه الظهر، يعني ألفاظ كده مثلا يقول لك إذا كانت الجنازة هنصلي عليها بعد الظهر، ما نقولش بعد الظهر، يقول لك هنصلي عليها الظهر، الجنازة هنصلي عليها الظهر، هنصلي عليها العصر، ننتبه إحنا هنصلي بعد الظهر، هنصلي بعد العصر. يعني طبعا المقصود بها التوقيت، يعني المقصود بها نقول والله هنصلي بها الظهر، اللي قصد كده قصد ان ده التوقيت اللي احنا هنصلي فيه الجنازه عشان نجتمع في هذه الفريضه. لكن برضك حتى احنا ينبغي ان نصحح الالفاظ، يبقى على ذلك نقول هنصلي على الجنازه بعد اداء صلاه الظهر، بعد اداء صلاه العصر، لان احنا مش هنصلي عليها للظهر ولا العصر. فبرضك ايضا ننتبه ان احنا لا نستقبل هذا الجنازه حال اداء الصلاه الفريضه او النافله، ولكن نستقبلها حال ايه؟ او بتقدم حال صلاه الجنازه عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور، وده الشاهد من الكلام، ولا تصلوا اليها. قال لان فيه من التعظيم البالغ، لما فيه من التعظيم البالغ اللي هي في مسألة لو استقبلنا هذه القبور حال الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المشي بين القبور في النعل. قال باب المشي بين القبور في النعل. ذكر رواية عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين،
قال مر بقبور المشركين فقال قد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، قال ذلك ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، قال ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب سبتيتين، قال ويحك ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. كذلك أيضا في رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة والمشي بين القبور في النعل، المشي بين القبور في النعل. وكما يقول بشير رضي الله عنه بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فقال قد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، وعلى أساس أنهم لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه فات ذلك الخير العميم عن هؤلاء، وأنه يحبسوا بكفرهم في النار كما هو معلوم. وبرضك الكلام عن المسلم بصفة عامة، قلنا قد يكون سبق بخير كثير كنتيجة لعدم فعل لجانب من الطاعات، قلنا كنتيجة الكسل أو الغفلة، وبالتالي المسلم أيضا لا يسبق في فعل الخيرات، لا تسبق في فعل الخيرات. المطلوب أن احنا نبحث عن الطاعات وعن الخيرات وعن القربات، وأن الإنسان يعمر تلك اللحظات بهذه القربات وتلك الطاعات حتى لا يفوت عنك ذلك الخير. ونتذكر هذه المقولة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما لما غاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك الثواب الذي يعقد لمن تبع الجنازة أو من صلى على الجنازة، أن ابن عمر رضي الله عنهما تأسف أسفا شديدا أن فات منه ذلك الثواب، وقال قد فرطنا في قرارات كثيرة. يبقى المسلم كده يبقى يعلم أيضا أنه لا يسبق بطاعة من الطاعات، بل ينبغي أن نعمر اللحظات بطاعة الله تبارك وتعالى، أن المطلوب أن نفتش عن الطاعات التي نجهلها حتى نقوم بفعلها. مطلوب كده، احنا قلنا في حالة سباق، احنا في الدنيا هنا في حالة سباق، سابقوا سارعوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، احنا في حالة سباق، مش سباق من أجل تحصيل الدنيا، لا، في سباق لطلب الآخرة، احنا في سباق جميعا كده، كلنا في سباق لطلب الآخرة. وبالتالي يبقى الأمر محتاج أن نفتش عن تلك الطاعات التي لا التي نسبق بها ولا نسبق. يبقى ده المطلوب، مش أنا أفعل الطاعات اللي أعلمها لغاية لما بتأتين الطاعة وبالتالي لو وصلت إلى مسمعي فعلنا، لا، ده احنا مطلوب نبحث، لأن احنا في ميدان السباق وفي ميدان المصارعة والمبادرة إلى تعمير اللحظات بطاعة الله تبارك وتعالى. فلا تنتظر أن تأتيك الطاعة، ولكن تبحث عن تلك الطاعات. قلنا الآن الدرجات في الآخرة لا يحتلها الإنسان إلا بفعل لتلك الطاعات، فإياك أن تسبق بطاعة من الطاعات. ولذلك ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه، وقال عن أهل الدثور، ماذا قال عن أهل الدثور؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. يبقى قال الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور، يبقى نقول إن الصحابة التنافس تنافس كبير جدا. يبقى إزاي ده سبقوا بهذا الأمر؟ قلنا مش طبعا حقدا ولا حسدا، ولكن هم يعني ذهب أهل الدثور بالأجور. ولما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يصلون كما يصلي، يصومون كما يصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى ميز بهذا الأمر، وده عطاء الرب سبحانه وتعالى. ولكن انظر يعني الصحابي مش عايز حد يسبقه إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت المنافسة بين الصحابة نقول ليست منافسة على أمور الدنيا، ولكن هم وضعوا الدنيا خلف ظهورهم، وبالتالي أبصار الصحابة وقلوب الصحابة لم ترى إلا الآخرة. فكان السباق على أمر الآخرة، ذهب أهل الدثور بالأجور.
يبقى نقول هذه كانت نظرة الصحابة رضي الله عنه. احنا ممكن ننظر الى ذلك الانسان الغني نقول يعني نقول يعني يا ليتنا مثل ذلك الغني. لماذا؟ يقول لك ليه انت عايز تبقى غني؟ يقول لك والله اتمتع بالدنيا والحياة زي ما فلان بيتمتع. الصحابة ما كانش كده أبدا، نظرته للمال غير هذه النظرة تماما، ولكن يعني كيف يحتلون الدرجات من خلال هذا المال، وبالتالي باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. يبقى يتمنى لو كان عنده المال حتى ينفق ذلك المال في القربات والطعام، ما كانش أبدا يعني يتمنى المال حتى يكون له ذلك الحظ من نيل الشهوات والملذات في الدنيا، ما كانش أبدا. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. نقول نظر الصحابة كان إلى الآخرة، الأبدان كانت في الدنيا ولكن النظر والقلب كان معلق بالآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقرون المشركين لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مر بقرون المشركين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. قلنا يعني عشان تعرف يعني قيمة أنك مسلم، أنك مسلم يكفي أنك أنت مسلم، أن الله تعالى يعني أعطانا هذه النعمة وجعلنا مسلمين من غير حول منا ولا قوة. ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، يبقى نظر كده، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين، قال ويحك ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. يبقى قالوا إن يعني إن هي النعال، قال هي النعال المدبوغة، قال هي جلود البقر المدبوغة فيتخذ منها النعال. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع النعلين احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما، أو لقذر بهما، أو لاختيال في مشيته. يبقى يا ترى لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا لعله أنه كان بيختال في مشيته، فأمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع النعلين. وكذلك أيضا قالوا لعله كان بهما قذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع النعلين. طبعا الرواية مش مصرحة بذلك، لكن بيتأول العلماء هذا الكلام بناء على الرواية الثانية التي ذكرها أبو داود رحمه الله عن أنس عن النبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم، أنه ليسمع قرع نعالهم. يبقى ده كلام صريح. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ذلك الرجل أن يخلع النعلين قلنا يبقى لعلة، قلنا ده الجمع ما بين هذه الروايات، الجمع بين هذه الروايات. قال في الحديث كرهت المشي بالنعال بين القبور، قال ولا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة. قال دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور علينا، ولا يختص عدم الجواز بكون عليه سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها. لكن طبعا الرواية الثانية مصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت لا يسمع قرع نعالهم، يبقى قرع نعاله هيسمعه الميت لما تولى عنه أصحابه بعد دفنه. وبالتالي بجمع الروايات قالوا أن الأول لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم نخلع النعلين قال لاختياله في مشيته، وبالتالي يخلع النعلين قلنا عشان يبقى في نوع من أنواع التواضع والانكسار. أي شيء أساسا بيدفع الإنسان إلى الخيلاء يقوم بدفع عنه تماما. قلنا ممكن الإنسان كده يلبس قميصا يعني وبالتالي يختل في ذلك القميص، يختل في النعل، أي صورة من الصور، أي صورة يعني ممكن يدخل الزهو أو العجب إلى داخل الإنسان يقوم بطرحه بعيدا. قلنا لا تأمن على نفسك، إياك أن تأمن على نفسك. قلنا لأن طبعا ذرة الكبر لو تسللت إلى قلب الإنسان فعلى ذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول مقدار ذرة من كبر كده في قلب الإنسان يبقى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية الثانية رواية مصرحة أنه لا يسمع قرع نعالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي صوت هذه النعال عند المشي. قال الخطابي رحمه الله خبر أنس هذا
يدل على جواز لبس النعل لزائر القبر القبور وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها. فعلى ذلك قال يبقى الأول وكأن كان بيختال في مشيته أو بهما قذر أو أي علة أخرى عشان يجمعوا بين هذه الروايات بين هذه الروايات، وبالتالي يبقى في المشي بين القبور في النعل. قلنا والله لو استطعت أن تخلع النعلين فبها ونعمت، وإلا طبعا لو لا نقوى على خلعهما قلنا كنتيجة لإيصال إذاء للإنسان بهذه الصورة، يبقى على ذلك يبقى لا حرج بناء على الرواية الثانية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجت بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي الأرض. يبقى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه بيذكر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، قال فلم تطب نفسي حتى أخرجت وجعلته في قبر على حدة. قال في دلالة على جواز إخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وطبعا ده الكلام ده كان في أحد، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بدفن رجلين والثلاثة في قبر واحد. قلنا لا في قتل أحد، في قتل أحد، ففي قتل أحد يبقى كان القبر بيدفن فيه الرجل والرجلين والثلاثة كما ذكرنا قبل ذلك. فوالد جابر بن عبد الله رضي الله عنه دفن معه أيضا آخر كما يقول فكان في نفسي من ذلك حاجة، يعني قال فأخرجت بعد 6 أشهر، وفي رواية البخاري فلم تطب نفسي حتى أخرجته جعلته في قبر على حدة. قال في دلاء على جواز إخراج الأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. قال وقد بين ذلك جابر بقوله فكان في نفسي، يعني كان شاعر كده بنوع من أنواع الأذى أو التأذي من ذلك الأمر. يبقى ده كان حال جابر، وبالتالي أخرج أباه بعد ذلك ثم جعله في قبر على حدة. طبعا كان في مصلحة، يبقى نقل الميت ده إن كان هناك مصلحة ينقل من مكان إلى مكان، إن كان هناك مصلحة، إن كان في مضرة سواء على الميت أو كان في مضرة لذلك الحي كهذه الرواية المذكورة عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لأنه قال فلم تطب نفسي حتى أخرجته وجعلته في قبر على حدة. قال فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي الأرض. قال في جواز نقل الميت من قبر لموضع آخر لسبب، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن وقاص سعيد بن زيد مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها. ذكرنا قبل ذلك في مسألة نقل الميت، في مسألة نقل الميت يبقى نقله إن كان هناك مصلحة، إن كان هناك مصلحة، أما إن لم تكن هناك مصلحة فعلى ذلك لا يتم نقل. ساعات كده يدفنوا الميت يقول لك والله انا عايزه يعني بعد دفنه يقول لك انا عايز انقله الى مقابر العائله، خلاص ده جثمان، ده بدن، يعني ده بدن بيبلى ذلك البدن بيبلى، لكن هي كانها مساله كده شعوريه يبقى عايزه عشان يعني ازاي يدفن في مقابر الغير، عايز يدفنه في، طالما دفن في هذا المكان لا يتم نقله، لا يتم نقله، الاصل كده طالما دفن ذلك الميت يبقى لا ينقل إلا إن كان هناك مصلحة راجحة، إلا إن كان هناك مصلحة راجحة. والله هنعتبر كده لأن يعني مسألة كده إن هو يدفن برضك مع قبر عائلة، مع أبيه، مع أمي، مع نقول مع العائلة، فعلى ذلك نقول هو أصبح يعني بدن بالي، يعني ده بدن بيبلى ذلك البدن، يعني بيبلى ذلك، اهتم بالدعاء لذلك الميت، يهتم بفعل الصدقات لذلك الميت، يبقى لا تنسى أبدا في طلب المغفرة من ربك سبحانه وتعالى. لكن هي أجساد، أجساد بالية، أجساد بالية دفن في هذا المكان، دفن في غيره. ساعات بيبقى الميت مثلا بيموت في بلدة من البلدان، وإن تكلفة النقل تكلفة باهظة، وبالتالي ممكن أساسا بيقترضوا أو غير ذلك حتى يقوم بنقل ذلك الميت. أنت بتنقل جيفة أساسا، نحن بنقوله ده جيفة، فعلى ذلك إن دفن في أي بقعة
فنقول الدعاء يصل إلى ذلك الميت، يعني الدعاء هيصل إلى ذلك الميت، يبقى طلب المغفرة ونقول الصدقات، كل ذلك يصل ذلك الثواب إلى الميت، فتتم بذلك. وإلا فالبدن ده جيفة، احنا قلنا البدن ده مركب الروح، يعني البدن مركب الروح، وبالتالي نقول البدن ده هو لما بتنزع منه الروح احنا بنواري ذلك، بنسارع نواري ذلك البدن، قلنا ده مركب الروح، مركب الروح قلنا يعني يبقى ده المركب بتاعه، وبالتالي بيبلى لما بيضع في القبر بيبلى، فلا يبقى منه الا عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منه يركب الانسان في الاخره. قال وهذه الاثار فيها جواز نقل الميت من الموت الذي مات فيه الى موت اخر يدفن فيه، كما فعل مع سعد بن وقاص سعيد بن زيد، مات بالعقيق فحول الى المدينه ودفن بها. يبقى نقول ما فيش حرج لو الا ان كان هناك تكاليف، يبقى لان التكلفه دي نقول يعني ان كان ترك ذلك المال فهذا المال بيكون للورثه، هذا المال بيكون للورثه، وممكن يكون ورثه دول صغار ايتام، يبقى ايتام عند ذلك ليس لك الحق في تصرف مال في مال يتيم الا بما يعود عليه بالمصلحه، الا بما يعود عليه بالمصلحه. لكن يعني لما اجاز العلماء قلنا بما يعني لا يكون في هذه الكلفه البايظه، ينقل من مكان لمكان، نقول ما فيش حرج في ذلك الا كان كما بينا في مساله النقل بهذه الكلفه، نقول لا. لكن هو ده نقل اساسا ما كانش فيه كلفه، ده من مكان الى مكان، يعني من موطن الى موطن، ما يموت الانسان نقول احنا بنقوم بدفن، نقول في المقابر مثلا بالبلد بالاسكندريه مثلا تحت، فمثلا بيدفن في نقول مثلا عوايد، بيدفن في مثلا المقابر في كرموز اي مدفن، فده نقله احنا بننقل الميت اهو، يبقى ده نقل معتاد، لكن غير لما ينقل من بلده الى بلده فيها هذه التكاليف البايظه. فعلى ذلك نقول يعني ايه المانع ان هو يدفن في ذلك المكان؟ فما فيش مصلحه اساسا لنقل هذه الجيفه او ذلك الجثمان. ثم ذكر ذلك باب اخر، وباب في الثناء على الميت، قال باب في الثناء على الميت. ذكر في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا باخرى فاثنوا شرا فقال وجبت، ثم قال ان بعضكم على بعض شهيد، قال ان بعضكم على بعض شهيد او شهداء. فهذه الروايه في الثناء على الميت، الثناء على الميت، طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء او مدح ذلك الحي في وجهه، قلنا هنا ويحك لا تقطع عنق اخيك او كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الثناء على الميت بعد موته يبقى على ذلك لا حرج في هذا الامر، لا حرج. وطبعا الثناء في الوجه يعني يجوز مع امن الفتنه لغير ذلك من القيود التي ذكرها العلماء، لكن اصلا كده لا تقوم بمدح ذلك الحي في وجهه مخافه طبعا هنا الزهو او العجب او يفتن من خلال ذلك الامر. يبقى احنا بنحافظ عليه وبنحافظ على ونصون ذلك الدين. فلكن بعد موته يبقى الثناء على الميت، وان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو هريره مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا. يبقى اثنوا عليها خيرا. فقال وجبت، ثم مروا باخرى فاثنوا شرا فقال وجبت، ثم قال ان بعضكم على بعض شهيد. يبقى وجب يبقى الثواب او وجبت تلك العقوبه، يبقى وجب ذلك الثواب او وجبت تلك العقوبه. قال حاصل المعنى ان ثناءهم عليه بالخير يدل على ان افعاله كانت خيرا فوجبت له الجنه، وان ثناءهم عليه بالشر يدل على ان افعاله كانت شرا فوجبت له النار. قال ان بعضكم على بعض شهيد. قال المخاطبون بذلك من الصحابه من كان على صفتين من الايمان، مش يبقى الكلام كده للناس فقط، لا يعني ده لأهل الصلاح، يعني الكلام ده الآن إن بعضكم على بعض شهيد، الكلام ده لأهل الصلاح، لكن نقول والله ما هو البعض كده يعني بيموت، يعني ذلك الفنان يخرجون نقول بمئات الآلاف على جنازته، وأيضا يثنون عليه بالخير، هذا من وجهة نظرهم، يعني من وجهة نظرهم يثنون كأنهم عليه بالخير، نقول لا، لا عبرة ولا وزن لهؤلاء،
لا قيمة لهؤلاء، ذل أساسا عصاة ويمدحون ويثنون على ذلك العاصي. لكن نقول الكلام ده لأهل الصلاح، لأهل الديانة، لأهل الإيمان. فلذلك إن بعضكم على بعض شهيد، يبقى ده مش هينطبق كده على عوام الناس اللي هو يقصر في طاعة الله تبارك وتعالى، وبالتالي لما هيثني هيثني على أهل الشر. نقول لا، يعني ده أهل الإيمان وأهل الديانة، أهل الصلاح. يبقى إن بعضكم على بعض شهيد، ده الكلام ده لأهل الصلاح. يبقى أهل الصلاح يشهدون لهذا الرجل بفعل الخيرات، يبقى وجبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يثنون علي شرا لأفعال التي كان يفعلها، يبقى نقول من منكرات وآثام وإظهار أيضا للفواحش والمنكرات. فعلى ذلك نقول يبقى الكلام والعبرة لأهل الصلاح، أهل الديانة، أهل الإيمان، إن بعضكم على بعض شهيد. وبالتالي عندما أيضا يعني يمدحون ذلك الميت، يبقى على ذلك نقول أنهم رأوا منه أفعال الخير، أفعال الخير، ويعلمون أن هذا الكلام لما يخرج من أهل الصلاح لا يخرج على سبيل المجاملة ولا العواطف، ولكن أفعال الخير أفعال ظاهرة من ذلك الرجل، فأثنوا عليه خيرا. كانوا يرون ذلك الرجل يعتاد المساجد، بيفعل الصدقات، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وهكذا بأفعال خير من خلالها حكموا على ذلك الرجل. وطبعا لنا أفعال الظاهر، يعني إحنا الحكم ده كله أفعال الظاهر، لنا أفعال الظاهر، ولكن نقول بواطن الأمور ما فادوا ذلك وما ردوا ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فيحكمون بما رأوا، يحكمون بما رأوا. لذلك قال المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، مش الأمة هم أحد المسلمين، لا، لا تجتمع أمتي أي العلماء، أي العلماء، يبقى العلماء المجتهدون لا يجتمعون على ضلالة. عشان كده الإجماع ده أساسا دليل من الأدلة المعصوم. لكن مش معنى الكلام لا تجتمع أمتي يبقى على ذلك إيه، لو اجتمعوا على ضلالة يبقى ده مش ضلالة، لا، يبقى ده المقصد لا تجتمع أمتي على ضلالة اللي هو في مسألة الإجماع، العلماء المجتهدون. يبقى إذا اجتمعوا على ذلك الأمر فعد ذلك الإجماع دليل أدلة الأحكام، بل من الأدلة المعصومة. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في زيارة القبور. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. قال: فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت. كذلك أيضا في رواية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، يبقى حتذكر بالموت، ونقول ترغب في الآخرة وتزايد في الدنيا كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما بيزور القبر نقول فيه مصلحة كبيرة للإنسان، يبقى إن ضاقت بنا الصدور فعلينا بزيارة القبور، فإنها حتذكر بالموت وتزاهد في الدنيا وترغب في الآخرة. واحد طبعا يتأمل هذا الحال، يبقى هذا الميت المقبور نقول كانت له حياة وكانت له أمان، يعني الواحد لما ينظر كده هذا الميت المقبور الآن نقول كانت له حياة وكانت له آمال طويلة، وكان يمرح ونقول يأتي هنا وهناك، يذهب هنا وهناك، وبالتالي بعد ذلك انقطع تماما عن الدنيا وأصبح الآن في أولى منازل الآخرة في القبر. فعلى ذلك يبقى الواحد يتأمل، شوف بقى حياته، شوف بقى يعني دنياه وآماله، نقول انقطعت كل ذلك، انقطع كل ذلك. فزور القبور تذكر بالموت، تذكر بالموت. قلنا الآن طبعا مع الغفلة بننسى تماما مسألة الموت، الغفلة. لذلك لما بنسمع خبر أن فلان قد مات قلنا كأن حالة من الذهول كده بتنتبنا، نقول لك فلان مات خاصة لو كان صغيرا، خاصة طب هو كان مريض، كان كذا كان كذا،
يعني كأنه لا يموت يعني في هذا السن إلا إن كان مريضا أو أصيب في حادث مثلا. ولك على ذلك ده إحنا كلنا بننتظر الموت، يعني كلنا، يعني ينظر كده إلى الطفل الرضيع ولد وهو بتلا الحياة، هذا ينتظر الموت، ينتظر الموت، يأتي النهاردة، يأتي غدا، يأتي بعد سنة، بعد 10 سنوات، حسب ما يقدر ربي سبحانه وتعالى. وأنت أيضا تنتظر الموت، أنت أيضا تنتظر الموت. إحنا لما نسير خلف هذه الجنازة يبقى إحنا نشيع ذلك الميت، نشيع هذا الميت، قلنا غدا أنت ستحمل كما نحمل فلان. لكن نقول الأمر ده، الفكر ده يعني لا يأتينا أبدا. ولو أتى الإنسان بيحاول يغلق عليه الباب تماما، يعني نغمض عينين على هذه الحقيقة، ده حقيقة، يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. خلاص أنا نفس من الأنفس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما وهبني الحياة كتب علي الموت، فأنا لابد أن أنا أنظر. يعني وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على ذلك، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، دي ترجمة الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترى إحنا تذكر الموت ده بيأتينا كم مرة في اليوم؟ إحنا بتتذكره ممكن يمر اليوم واليومين وإحنا لا نتذكر ذلك الموت. نقول إقبالنا على الحياة إقبال شديد، تمسكنا بالحياة تمسك شديد، وبالتالي طرأت هذه الغفلة على الإنسان، طرأت هذه الغفلة على الإنسان. يبقى نقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تنساش أبدا إحنا موجودين في الدنيا عشان دي دار العمل، نعمل وبالتالي في الآخرة حنجازى على ما قدمنا نعمل. هنا الآن ما تطلبش الأجرة، أجرة هتطلع بعد ذلك، لكن أنت في ميدان العمل، دار العمل، المطلوب منك أنك أنت تعمل وتواصل الليل بالنهار حتى يأتينا ذلك الأجل ونقطع عن الدنيا، عندها حيكون الجزاء. فلذلك قال فإنها تذكر بالموت. يبقى لو الواحد ما بتذكرش الموت أقول لك اذهب بس للقبور، اذهب وتأمل صاحب القبور ده، هي أصحاب القبور، اذهب وتأمل أصحاب القبور. يبقى على ذلك نقول يعني مضى عليهم سنوات طويلة هم على تلك الحالة، قلنا كانت لهم آمال كما لنا آمال، وكانوا يرغبون في الدنيا كما كنا كما نحن نرغب في الدنيا. يبقى نقول رغبتنا في الدنيا دي كانت موجودة عند هذا الميت، نقول أيضا سعي أن يحصل على السعادة في الدنيا كما أنت تسعى إلى ذلك، ونقول أيضا كانت له شهوات وله أمنيات وله يعني طول أمل في الحياة، كل ده أساسا موجود عندنا كما موجود عند هؤلاء الأموات. فهو الآن يعني يا ترى حاله إيه؟ انقطع تماما عن الدنيا، انقطع عن هذه الأمال، يبقى ملذات شهوات كل ده انتهى، أصبح دلوقتي هو مستقبل ما يعني أتم من أعمال في حال الدنيا يجازى على ذلك. قال فإن في زيارتها تذكرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في رواية النهي عن الاستغفار للكفار، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أن نستغفر الكافر لأنه شفاعة لذلك الكافر، لكن جواز أنه يزور قبر ذلك الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمي، وطبعا يعني قال استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذني، لأنه لا يجوز الاستغفار للميت. عشان كده تذكر يعني ما قال عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عباد، وكنت تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه لا شفاعة لكافر. يعني نقول أنه رد ذلك رب سبحانه وتعالى، لكن لو كان في شفاعة كان يطلب لهم المغفرة، لكن لا لم يطلب لهم ذلك الأمر، وإنما رد ذلك رب سبحانه وتعالى. جواز زيارة قبر الكافر لكن لا يجوز الاستغفار للكافر. لذلك ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله يعني لما بوب وقال قاتل النفس لا يكفر، يبقى ذكر هذه الرواية المذكورة عن الطفيل بن عمرو الدوسي التي ذكرناها قبل ذلك. ثم ذكر باب آخر، باب في زيارة النساء القبور، وحنرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. Yeah.